يا لها من فرحة عامرة، ونحن نرى الحلم يتحقق. فها هي المرحلة الأولى من مشروع ترميم مدرسة النهضة الأم، على مشارف الانتهاء منها. ولولا تكاتف الجميع ومساندتهم وتفاعل رجال الخير وعطاؤهم، لما تحقق هذا الإنجاز الذي نعيش اليوم فرحا وسرورا بتحقيقه. جزى الله كل من ساهم وقدم الدعم والعون لإنجاح هذه الحملة خير الجزاء، وأن يكتب ما قدموه صدقة جارية شافعة لهم يوم الحساب. وختاما، ندعو كل رجال الخير في الحنكة وفي كل قرى مديريتنا الحبيبة إلى المساهمة في تقديم الدعم، لكي نمضي قدما في استكمال المرحلة الأولى من عملية الترميم والبدء في المرحلة الثانية. ربنا يجزينا ويجزيكم جميعا. املأوا الدنيا ابتساما وارفعوا في الشمس هاما، املأوا الدنيا ابتساما وارفعوا في الشمس هاما، املأوا الدنيا ابتساما وارفعوا في الشمس هاما، واجعلوا القوة والقدرة في الأذرع الصلبة خيرا وسلاما، وذروا الحق هو المعنى الذي فيه تمضون وتمضون الحساب. وحدتكم عرشا له، واحفظوا للعز فيكم ضوءه، واجعلوا وحدتكم عرشا له، واحذروا ان تشهد الايام.